مرحبا، هنا توبو وهنا ريمورد. اليوم راح اوريكم هذه اللعبه اللي انا احبها جدا، لعبت منها 200 ساعه والى الان اظن اني انا سيء في هذه اللعبه. عباره عن انك ستوري جنريتر، اللي هي قصتك غير قصتي غير قصه فلان وعلان. زين، تضغط على نيو كولوني، يقول لك اختار سيناريو. في 4 سيناريوهات في اللعبه الاساسيه، في الضيف طبعا. كراش لاند اللي هو يتكلم عن 3 اشخاص انزلوا في هذه الارض بحيث انهم يسوون مستعمره، يدورون مره ثانيه. ليش؟ لان طياراتهم انكسرت، انحاشوا، سووا طيارة جديدة وطاروا مرة ثانية بحيث ان يرجعون الى كوكب الارض. ما سميها بطريقة عادية. اضغط نيكست، اختار اللي يسوي لك ستوري تيلر، اللي يقص عليك القصة. هذه سهلة لكن شوي شوي تصير اصعب 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 الى تذبحك. هذه تقريبا نفس اللي قبلها، زين، بس تزيد شوي شوي بعد نفس، بس هذه اصعب شيء ترى. هاي تخليك مرتاح بالبداية حيل، لان تجلك جلد دمها. هذه لا، يعني شوي شوي تزيد، هذه طبيعية. هذا لا، كل شيء راندوم بحيث انه يكون عشوائي. عادي ينزل عليك مثلا اقوى وحوش باللعبه عادي، انا العب فيه دايم. زين، هذول الناس موجودين من الاساس، يقدر تزيدهم، يقدر تزيد كم منطقه لهم او كم مستعمره. اكتب هني السيد اللي انت بيه مثلا، وانا كتبته، وهني راح يطلع لي العالم هذا مثلا، وتختار مكانك اللي بتنزل فيه وتعيش فيه. طبعا انا حط مود انه يوريني خريطه المكان اللي بنزل فيه مثلا، هذا مثلا، وهكذا. زين، بس انا مجهز من الحين حتى تقدر تختار قدرات الناس وكذي. خل اوريكم مره ثانيه، معلش. راح نضغط نكست على السريع كاني اخترت اي مكان. مثلا بنزل هني، طبعا هني تختار عد الناس اللي بالمستعمره. 3 هذول اللي ينزلون، هذول جاهزين، تقدر تختار منهم واحد. لميزاته اطلاق قتال من قريب، البناء، التعدين او الحفر على المعادن، الطبخ، النباتات بحيث انه يسوي مزارع ويطلع لك رز مثلا وبطاطا وهكذا. انيمالز اللي هو الاهتمام بالحيوانات، اجلكم الله. كرافتنج اللي هي الحرفه بحيث انه يسوي اسلحه وما الى اخره. ارتستيك اللي هي يسوي اصنام بحيث انه يجمل المكان. ميديكال الطبيه او الطب خلينا نسميه، زين، بحيث انه يعالج العالم. سوشيال اللي هو انه اذا سولف مع احد او كلم احد، سواء كانوا تجار جايينك تقدر تهاجر معاهم، او انك تقدر تضيف احد من السجناء اللي انصت لهم لما انقذوك تخليه يدش معك في جيشك وهكذا. انتلكتوال اللي هو الذكاء خلينا نسميه، حيث انه يسوي لك ريسيرش ويطور مدينتك. زين، فراح نسوي لود جيم. انا في وحده اخترتها من البدايه، ما ودي اطق 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 لين اطلع لين ابي، فضغطني لودينج. اشرب شاي علشان اسوي لودينج. لما تشوفون هي نزلنا احنا، زين، هذول ربعنا. طبعا يحطون معنا دايم حيوان اليف، اجلكم الله. وهني اعطونا كلب، عادي مرات يعطونا كفارة، ترى عادي. هيل بداية اللعبة دايم سوي كذي يا جماعة، هذه الحركة ترى أهم حركة. يقول خذ اللي تقدر تاخذه، خلاص احنا فتحنا المجال لهم. تمام، ثاني شيء نجي هني على جت. جت هذا قوته بالرماية طيبة، راح أقول له تعال خذ هذا السلاح اللي هو مسدس. انزين، منو أقل واحد؟ هذا أقل، ثاني أقل واحد في الرماية. انزين، هذا صفر رمايته لكن الملي يطق من قريب. زين، فأقول له امسك السكين والبس دروعك عشان انت راح تكون بوجه المدفع، بحيث انك انت اللي تنطق وتطعن الى ان تقتل من امامك. تمام، اول شيء راح نسويه تشيك على الخريطه. طبعا هذا كله مسك، راح نحفره لو بغينا. زين، في اشياء مثلا ماي والى اخره، والصخور هاي تستفيد منها بعدين، وفيها جلكم الله حيوانات في العالم اللي هم وايلد لايف، هذول تقدر تصيد منهم تربيهم وتطلع منهم منتجات والى اخره. هذه مهمة حي راح نوصلها بيوم من الأيام لو كملنا سوينا سلسلة، هذا لو بغين يعلموني. زين، بعدين راح تجيني تضغط هذه، راح تشوف وين تقدر تزرع أحسن شيء. الأخضر يعطيك سرعة الزراعة الطبيعية، هني يكون أسرع زيادة لأن الأرض حيل طيبة. زين، دبل السرعة تصير. نعم، هني يقول لك حرارة المكان. زين، هني درجة حرارة هذه 2 سيليزية. فهذه بداية اللعبة. راح نجي نقول نقدر نسوي بلان، انا دايم اسوي بلان خطط المكان اللي انا فيه. ف خلوا اوريكم، ابي اسوي كذي. هذه كم انا احب غرف النوم تكون 7x7. زين، ليش مربع؟ هذا راح اعلمكم الحين ليش. احط 7 هني ان شاء الله اني ما اخذ من وقتكم واجد. جميل، الحين راح اسوي مرة ثانية. انزين، وبعدين خلاص كذي عادي. تمام، كذي حنا سوينا هذه بيبان، راح تكون هاي جدران. تمام، بعدها راح اسوي ممر عبارة عن 3 مربعات، بعدين
نجي للجدار اول زين. خلنا نسوي 11 ب11. هذه هي غرفه المعيشه حقتنا زين. فهذا راح يكون هو الفريزر حقنا مع المطبخ زين. راح نسوي غرفه هنا بحيث انها تكون الجزار حيث انه يقطع اللحوم اجلكم الله للحيوانات. هذه كلها ابواب راح تكون. واخر شيء راح اسوي المخزن. تمام اوكي ولا كذي اوكي اوكي لا اوكي شنو تمام. راح احط بيبان هنا. اول شيء راح اسوي الغرفه هذه الاساسيه. ف طبعا عندي انا اخشاب جاهزه من بدايه اللعبه يعطوني اياهم. عندي 70 حبه ما يكفون اسوي غرفه. لازم اسوي غرفه صغيره ولا بس انا شنو راح اسوي على طول ابنيها زين. وحط لي اول شيء الباب الاساسي هذا تمام. بعدين نقول لهم تعالوا يا جماعه الخير يطولوا لنا شجر حيث نستفيد منهم نبني زين. تمام الحين زراعه راح نضبط الزراعه من الحين احسن لنا عشان نرتاح. راح نحط هذا الزون زين. تمام راح نربط هذا كله مع بعض. لا صار ثلاثة ما ينفع كذي. اكس اكس تمام سو هذا كذي تمام. اظن واجد ترى هذا بس عشان راح اجي هنا اقول سوي لي عيش او رز عشان نقدر ناكل بسرعة بحيث انه منجوع. بعدين اجي اكبر هذا المكان شوية اقول هني سوي لي العلاجات حقت العلاج اللي هي نبتة العلاج تمام. واخر شيء راح اقول له سوي لي قطن بحيث اني اقدر اسوي ملابس حق البرد لو جانا برد من قارس انزين. شوفينج زون راح اصغر هذا واقول له هني سوي لي القطن تمام. خلصنا من الزراعة وخلصنا من البيت الاول تمام. الحين راح اضغط انا 4 راح تصير اللعبة سريعة حيل عشان بس وقت الفيديو راح تشوفون شلون يبنون. طبعا اللعبة فيها راح تصير مصايب يعني في ناس تهجم عليك في ناس ترى عادي يعصب عليك ارنب ارانب يجي يطقك عادي غير عادي هي طبيعي ترى. فهذه هي اول غرفة بنيناها تمام. راح نجي هني نقول عطني ناموا هني مبدئيا زين وعطني طاولة عشان يقدرون يكون بدون مشاكل. حط لهم كراسي حتى اجلكم الله الكلب نحط له مكان ينام فيه زين. بعدها شنو نبي؟ ما نبي شيء وشيء اخلص هذا كله. بعدين راح نبني الغرفة الثانية بس خلي يخلصون هذا الجدار تمام. بعدين نبني الثلاجة على طول لان الاكل راح يخرب لو ما بنينا الثلاجة زين. ولو ان الثلاجة حسها صغيرة حيل تمام. راح اجي هني حطيت باب بالغلط. راح نبني دران كذي نحط باب هني زين. ندش على الانتاجية. هذه الانتاجية راح نحط لنا طاولة الجزار وبعدين نحط لهم كرسي زين على ما سكرنا. طبعا ناموا هم الحين الساعة مثل كم قاعد تمشي اللعبة ترى بسرعة حيل. انا دايم ترى العب على سرعة ثانية عشان اخذ راحتي باللعب بس عشان الفيديو فراح نسبق لها شوية. اوكي تمام الحين سوينا المطبخ او المخزن. راح نجي نشوف هذا قاعد ينبت مثل ما تشوفون زين. راح نحط باور هذا مولد كهرباء عن طريق حرق الخشب زين. شقله كذي بعدين اعطني تمبرتشر اللي هو الحاره. حط لي المكيف. المكيف تشوفون وجهين احمر وازرق فخلي الازرق داخل بحيث انه يجمد. نحطه هني. بعدين نحط لنا الطباخ الالكتروني. حط كرسي حق الطباخ تمام. بعدين خل اشوف في حركة انا دايما اسويها يا اخواني اللي هي هذي. هذي شو تسوي ان البرودة ما تطيح هني يعني لازم اهتم الاشياء هذا. بعدين راح ابني اللي اقدر ابنيه. طبعا شقل هذا على الفاضي الحين شقال ترى حرفيا يعني ما ادري شنو شغالين فيه زين. فخله شغال عادي تمام. راح اقول له اعطني زون. الزون هذا يا اخواني هو عبارة عن المخزن. المخزن هذا راح اقول له طبعا اللعبة شوية ترى معقدة شوية بس شوي شوي راح تعرف لها كلها وتصير خبرة. يعني مانفاكتشر اللي هي العلاجات هني مديسن
المخدرات بحيث اني اقدر ابيعها بعدين لو طاح لي منهم شيء. وجثث الحيوانات اجركم الله اللي اصيدها. تمام كذا احنا خلصنا الزون الاول. الزون الثاني اللي هو هذا المخزن بس خليه كذي من الحين. نقول كلير اول، امسح لي كل شيء، حط لي بس الاشياء اللي حقت المفروض تخزن. مانيفاكتشر لاني شغلهم كلهم، بس طف لي هذول، خلي كريتيكال بحيث ان الشيء هذا مهم انك تحط لي اغراض هنا. ري ريسورسز بيلدينجز لا تشنكس لا، بس خلصنا كذي بس اظن. تمام خلصنا حلو. بعدها راح اقول لهم ابنوني غرف النوم. اوه لحظة انا احط الفيبا من الحين يحبس نفسه داخل وبتريش فيه انا. تمام المفروض ان هذه خليها صفر. انزين مثل ما تشوفون هني. انزين لو نضغط هني راح تشوفون درجة حرارة هني كم، صفر هني 19، فيعني الوضع طيب. سوينا غرف النوم حقتهم. زين راح نجي هني نقول عطني فرنتشر، عطني سراير، بعدين عطني اشياء تجميلية اللي هي هذه. هذه احتاجهم دايم حيث انها تكون غرفة زينة لهم يستانسون الشعب، لان الشعب كلهم عندهم حاجاتهم يحتاجون كذا وكذا وكذا وكذا. والهيلث حقهم شنو عنده شنو ما عنده مصايب. البايو حقه اللي هو ميزاته ومعلوماته. السوشيال اللي هي حياته الاجتماعية، لوك شنو سوى شنو ما سوى، الجير اللي هو لابسه من اسلحة والى اخره. تمام زين راح اقول اعطني الارضيات، حطني ارضيات خشب في كل هذه الاماكن. يقول لك او ما عندنا ريكريشن. ريكريشن اللي هو التسلية، التسلية لازم تحطون هذه الاربع اشياء. حطوا هذه البداية بس اللي هي حذوة الخيل بحيث انه يقطون عليها حديدة ويستانسون مبدئيا، بعدين انت تطور شوي شوي، حط لهم رقعة الشطرنج والى اخره. تمام كذي احنا خلصنا اول شيء من قريتنا ومدينتنا ومستعمرتنا. زين حط بيبان افتح هذا هني. اوه من بداية اللعبة دش علينا هذا راندي راندوم، اعطانا اول شيء اللي هو ريد. هذا جاي طبعا ما جاي مفسخ الله يجزاه خير، بس والله بطلة هذه بالرماية وما عندها شيء، ما عندها الا هذه. فراح احاول اني اذبح اصيدها. شو اصيدها؟ هي على ما توصل راح تاخذ لها وقت ساعة 11 الحين. كم يبي لها على ما توصل؟ والله وصلت هي. انزين هي راح اقول حق هذا القوم، لان راح تجي تخرب المستعمرة حقتي. فاول شيء اسويه ارسل باينز لها. انتو خلكم بعيد شوية، راح اطقها طق عادي بحيث انها ما تموت. يروحون يطقون مليتها. والله اطلقوا عليها، والله ادري انهم اطلقوا عليها. ان شاء الله انها نو ماتت. شوف هذا الخضرة ترى يعني استمتع انها ماتت. انزين فخلاص روحوا كل واحد يروح بيته، يعطيكم العافية يا شباب. انزين طبعا السلاح هذا سيء. راح احط مكان حيث حقت فيه الجثث والاشياء اللي ما بيها. فرش لا، فودس لا، خليني اقط بس الجثث فيه. كوربسس روتن. تمام شنو يقولك هني؟ ريكريشن ميديكال تريتمنت. باينز يبي العلاج، لازم نعالجه. في باينز. تمام فشلون نعالج باينز؟ نحط له فراش. يبون السرير هذا المفروض انه له، فاقول له خل هذا علاج، راح يروح ينام هني بحيث انه يتعالج. ما انا قاعد اسوي الغرفة حقته. تمام خلنا نطفي هذا عشان تصير الوان طبيعية. الحين راح نتطور نروح الى غرف نوم طبيعية وننام مثل الناس. هيرست هني وجت راح يكون هذه السراير ما نبيها. زين راح نسوي غرفة ثانية. لو جانا احد ثاني بيغزينا بنصيده. نبيها ثلاثة ثلاثة احسن. اوكي كذي مناسبة. نحشر مكان واحد بس. فرنشر بس. هذه غرفة المساجين. اوه لحظة في احد مسيطر بتالنت. من هو؟ هيرست. هيرست اهتم باين لان باين راح يموت. او انه يدبر نفسه. ان شاء الله انه يدبر نفسه. وين نعمل خبل هذا؟ انا هني. خلاص تعالج. انزين الحين
رد دخل لحق باينز بعدين يقول حق باينز تعال نامني يا حجي حجي تعال خلاص الحين المفروض انه يجي ينام بس خلاص جت طبعا غرفته الحين خايسة الأرضية حقتها ما صارت خشب ما طورة تمام راح نجي نقول عطني خشبنا خلص نبي خشب زيادة الحين نبي شوية خشب يا حبيبي هذا سلاح أوفل بعد شوي راح أنا مستغرب ليش ما خزن الأكل بس معفن أنا حاط لا فرش بس فرش ودوهم داخل الحين أيوة شوف ودوهم داخل شلون الأكل عندي؟ طبعاً كل واحد منهم يأكل وجبتين باليوم فأحسب حسبتك أنت مثلاً 20 وجبة هني فعندي تقريباً 5 أيام لا 10 أيام تمام سكرنا المخزن مثل ما أنت شايفين فش نسوي الحين راح نحط أرضيات هني أيضاً تمام بعدين راح نبدأ خلاص الشغلات الحين لازم نبدأ بالشغل صدق يعني اللي هو نجيب خشب نسوي طاولة ريسيرش هني بحيث ان يسوون اختباراتهم عشان نطور عندنا كريستي اللي هي بسبب هذا الشيء زين لان مطورين كفاية راح نطلع الاشياء الثانية طبعا اعتمادا على الاشياء على الخريطة عندنا الجيزر هذه مهم حيل زين عندنا ثلاثة هني كلهم قراب راح اطلع راح تاخذ مني 3200 نقطة يعني يطول زين فاذا طلعت راح يكون الكهرباء هني ما لا والي الكهرباء عندي مو طبيعي فراح اشتغل عليه عشان اريح نفسي طبعا الجيزر ما راح ينفك طول عمرك اكيد ليش لانه مرات تصير اكليبس الاكليبس راح يطفي كل الكهرباء الموجود بالدنيا فحط لك بطاريات عشان البطاريات تشتغل بحيث انها تساعدك في تشغيل كهربتك في المستعمرة حقتك تمام الحين المفروض انهم يشتغلوا لان كلهم فاضيين مثل ما تشوفون جميل طلع لنا العيش الحين تمام خليني اسوي وجبات هل أنا محتاج أسوي وجبات الحين؟ لا ماني محتاج أسوي وجبات هذا حق منه أظن هذا جت أظن هذا صديق جت وين؟ سوشيال حق جت أيوة هذا سيل جت أظن هذا سيل جت فخلني أقول تعال نام عند صاحبك كنسل هذه تمام بعدين راح أزين الغرف زين حط لهم نور يبون نور يحتاجونه نبي نور هني هل نبي نور هني لا ما اظن اوكي باينز ايش عندك يا حبيبي شنو حاجتك بس انه شاف اوكي مو عاجب انه شايف جثه ما علينا شجر الحين قاعدين نطل نقطع فيه تمام الحين راح نجي على الجدول مهم حيل يا اخوان دايم نحط هني ريكريشن بحيث انه هذه الوناسه يعني زين هذا الشغل فننسخ هذا لا سكيدجول ننسخه نكتب ثاني شوف شنو صار نفس الشيء هذا النوم هذا اي شيء يسوي لي تبي فما عندي وقت حر انا كله يا شغل يا تستانس يا دبر حالك اوكي انا اكره انهم سووا هذه من الحديد الله يسامح مو مشكله خساره بالعمر مو بالحديد انزين يا جماعة قاعدين يسوون كل نبي حلو باقي راح نسوي أرضية أول ما يمسوي أرضية خلده يولي الأسجنة جميل الحين كحماية نبي حمايات بالمكان زين جت ليش انت فاضي حبيبي سوي تقدر علي روح قطع شجر قطع شجر علي أنا ماني شغل فيك جت المفروض تسوي ريسيرش انت تعال حبيبي أضحك معاك حجي برودكشن نبي منك ريسيرش هذه غرفة الريسيرش لازم تسوي ريسيرش بسرعة عشان تدبر حالك وتعيش حياتك هلا حط هذول يخلهم يونسونه ويسوي ريسيرش طبعا عشان ما ينقف تمام من اللي يبني غير جت هو الوحيد اللي يبني تمام الحين جت المفروض انه فاضي زين راح اقول له سوي لي ريسيرش هذه بس خلاص الحين جت راح يكون مشغول في انه يسوي ريسيرش راح هني تشوفون هذا يمشي العداد أما الوث راح نوصل اللي احنا نوصله غرف هذي حق المستقبل طبعا اذا ضل من الناس وما الى اخره راح نجي نقول كحماية الكولوني حقتنا هني وضعنا طيب الحين فكحماية عندي هذا مدخل هذا مدخل هذا مدخل في مدخل واجد فشنو اسوي دائما اسكر كل مدخل بحيث اني ادخل
خلي المدخل بعيد، انا راح اخلي هذا المدخل يتشون يعني يتشون منه، راح اسوي عنده حماياته الخاصة فيه، فراح ابني اسوار هني بحيث انه اظن هذا غلط. تمام، ابني هني، ابني هني سور. تمام، واسكر هذا المكان، لا لا هذا المكان سكر المكان هذول، هذا كنسله. تمام، بعدين سكر هذا المكان بس خلاص. الحين كل واحد يهجم علي راح يضطر يلف الطريق هذا كله. شلون الاكل عندي؟ وعندي 396 عيش. الاكل بدا يخلص مثل ما تشوفون، ف كتقطيع هذا راح اقول له قطع لي للابد اي كوربس اللي هو جثة عندي، اذبحها على طول، اعطني اللحم حقه. انا ماني محتاج لحم مبدئيا لان عندي العيش جاهز. هني الوجبات طبعا كل ما تطور كل ما احط اشياء واجد، فالوجبات هني بسيطه اسوي بدايه اللعبه الى ان يصير عندي 40 حبه بس. الحين راح تشوفون الطباخ راح يجي يطبخ، لما تشوفون هرست هذا. تمام، ما عندي اي شيء ثاني بس غير البناء. لو حطينا الاسوار، دايم ثلاث اسوار راح تخلي اللي قدامك ما يكسر، لان سور واحد راح يكسر ويدش عليك عادي. فالاسوار راح يقول ها وين اسرع طريق، راح يروح فوق، فانت تجبره. طبعا هذه مثل ما قلت لكم مع الوقت تعلموا شلون تسوونها. خلاص سكر هذا الحين. ايوه ايوه بطل، حلو سكرنا كل شيء الحين. عندنا زوار راح تشوفون الحين يجون عندنا. زين منو اذكى واحد عندنا؟ شوفوا تشوفون الزوار هذول، هذا اللي عليه استفهام يعني اقدر اتاجر معاه. فمنو عندنا احسن واحد بالسوشيال؟ باينز. باينز هو احسن واحد بالسوشيال، ف خليه يجي الصبح اروح اكلمه. طبعا خلوه ياكل وجبته اول شيء لانه راح يزعل عليك اذا ما اكل وجبه. شوفون هذا الازرق اللي ورا، هذا يعني المود حقه اللي هو النيدز هني. فكل ما قل النيدز كل ما استانس اللي قدامك و جاز الوضع. تمام فاينز حبيبي، متى تقوم؟ يلا كل وجبتك. ايوه وقف الحين، وين متاجرهم؟ هذا التاجر حقهم، لان ذكي في معاملات بشرية فهو تجارهم. زين يقولك عنده وجبات، عندك كومبوننتس، كومبوننتس هاي ترى اهم شيء باللعبة، اهم شيء. الباقي ما نبيهم فراح اعطيه هذا انا ما احتاجه. اوكي، ما عنده فلوس كفاية، خلاص ما عندي لك شيء، يلا روح اجي. جميل، سكرنا هذا، سكرنا هذا. حلو حلو. الحين شو راح نسوي؟ راح نسوي الحماية. انا راح اخلي اللعبة على 2 عشان تمشي اللعبة بس. راح اسكر هذا. بعدين راح اخلي الناس تدش من 1 2 3 1 2 3 4. ايوه خلى الناس تدخل هذه الطريقة. 2 او كذي 1 2 3. راح تعرفون ايش انا قاعد اعد هالعدات هذه كلها. 1 2 اوكي 1 2 3 اوكي. تعال سكر لي هذا بعد ما يضر. اوكي زين 1 2 3 اظن ان اقدر اسوي 1 2 3. زين راح يلف مني 1 2 3. لا ثلاثة واجد، لا ثلاثة واجد. نو كنسل كنسل هذا. ديكونستركت هذا بعدين كنسل لي هذا. لازم ثنتين مو ثلاثة على الحسبة اللي انا متعود عليها. ف كل اللي راح نسويه بس انه الممر الطريقة هذي ثنتين. راح تعرفون ليش انا حاط ثنتين. 1 2 ايوه كذي 1 2. اوكي هلا كذي نسيني هذا. طبعا شوية اغثيتكم بالشغلة هذه بس يلا كنسل. جميل 1 2 3.
راح تعرفون ليش هذا تشوفونه معقد الحين بس راح تعرفون ليش كل هذا قاعد يصير. تمام بس زيد السرعة عادي خليه يبنون. واحد اثنين اوكي خليه كذي خلاص زين ما ابي اغفلكم زيادة. بعدين نحط الأفخاخ هذه بحيث ان اذا جو اللي بيغزوني راح يمشون على هذه الأفخاخ ويتعورون كل اثنين بينهم فراغ واحد. زين ان شاء الله تضبط الخطة. اوكي هذا ما راح احط هني اي شيء. راح احاول احط هني واحد. تمام. حلو. طبعا تلعب على اللعبة. شو قاعدين نسوي الحين؟ نجيب هذا نقول هات الأراضي. الأراضي هذه راح تسرع الناس اللي يمشون عليها. فالبون اللي قدامك العدو راح يمشي على هذه غصب عنه. خمني تمام. أسرع اللعبة. طبعا ما عندي شجر راح أجيب لي شجر زيادة. قص قد ما يقدر حبيبي. باينز حجي. أنت وابنه أنت لا تبني. سوي ريسيرش بس. بلانت كات باينز سيء بس خليه يقطع شجر بعد شنه. تمام جماعة راح يبنون على كيفهم. شاي صار ايس تي. هذا لان باينز سيء في البناية راح يضيع بعض الشجر مثل ما شفت مساء فعادي نتحمل. تمام باقي هني الخط الأخير. تمام هني يشوفون هذا يعني حيوان مفترس اللي هو الورد. خلي أحط لهم أشياء وناسة زيادة. ستيل تيبل والله ما أحط لكم ستيل أنا حطيت هذول بالغلط ومتحسب عليهم. قلنا قطعوا يا حاج أنت وياه. قطع قطع يلا قطع لي شجر. تمام اوكي خل اشوف الاكل. الاكل وضع طيب كل شيء وضع طيب الحين بس ان نسوي ريسيرش حقنا وين المتخلف جت. لا تسوي شيء حبيبي سوي ريسيرش بس ما بنمشي شيء. ايوه تمام بما ان دشينا هني تقدرون تسوون كل شيء هني مانيوال حيث ان اشياء مهمه اشياء اهم وهكذا. فخلنا مبدئيا الحين كذي لين نخلص الأقل الممر هذا لأن الشرح شوية ياخذ وقت. ف يعني راح نشوف باينز قاعد يقصص طلع لنا الورد توت قصدي آسف. راح اسوي زون هني بحيث اني اجيب الشانكس الشانكس اللي هو هذا الشانكس. زين فخلي الشانكس يعني ما يضر كلير اول اطري بس الشانكس هذي خلاص. اي تشانكس ما يقدر يشيل اي تشانكس لين انا اقول له فيشيل لي هذه الاشياء اللي ممكن تاذيني في البناء الاربعه بس خلاص. تمام الوضع طيب جدا الحين لان عندنا العيش تبارك الله وعندنا العلاجات والقطن. القطن باقي 80 بعد شوي ونخيط خلاص. وجت شقال انه يزيد هذا طبعا راح اخذ وقت على ما اخلص بس خاصة بعد لازم تحملون شوي. جميل. الممر هذا لازم اسوي له كذي كذي. اظني اقدر احط ابواب. لا الابواب ممكن تسوي لي مشاكل. اقدر احط ابواب مثلا اوكي. اظني اقدر احط ابواب بالطريقة هذه. كنسى هذا الباب نحط الأرضية هذه. جميل. اللعبة طبعا ترى هذه مود أنا حاطها ولا هي اللعبة حدها ثلاثة بس أربعة أحسن شيء. جميل. أيوة جيت يا بطل أسرع أسرع. جميل. بما أن الناس قاعد تشتغل
هذه الأشياء راح تسويها بداية اللعبة لما تلعب بخمس شخصيات بس. هذه مهمة حين أو لعبته هني إذا كنت مهتم في المخدرات. أنا لا، الإلكتريستي اللي هي الكهرباء، طلع هني أقوى شيء بالكهرباء اللي راح تطلع البطاريات لو أبي. إنزين، في هني سولار بانلز اللي هي صفائح شمسية. إنزين، باي فيول شيء مهم حيل، ممكن بعدين نطلع منه لأنه مهم حيل حيل مهم هذا. إنزين عموما راح هني أنت بنهاية المطاف راح تجيني مايكرو إلكترونيكس، الإلكترونيات الصغيرة أو المصغرة. هني المشينينج اللي هي طلع لك الأسلحة، رشاش ودروع، هذا راح ندش فيها الشجرة هذه. زين، مايكرو هذه راح شوف الأشياء اللي بيها، ترانسبورت بود هذه مهمة حيل، الباقي أوكي على حسب حاجتي. راح ندخل فابريكيشن، فابريكيشن حيل مهمة بعد أن المالتي أنالايزر وإلى آخره. عموما عشان تنهي اللعبة شنو لازم تسوي؟ لازم تسوي هذه ستار فلايت بيسكس، طيارة، تبني هذه الأشياء الخمسة عشان تقدر تسوي الطيارة بحيث إنك تطير وتطلع من هذا الكوكب اللي أنت نزلت فيه بالغلط أو توهكت إنك نزلت فيه. هذه هي اللعبة بكل، لعبها وعيش حياتك على قولتهم، عيش الفيلم حقي أو قصة كيف نسميها. نو باينز قاعد يتطور من ناحية البناء أظن، يعني لو تشوفون هني بايو وين البناء، هذا البناء يزيد شوي شوي كل مرة يبنيهم. والحين شكلهم راح ينامون الساعة 7 بالليل. تمام اوكي. كويست هذه الأشياء اللي ممكن تجيك بعد شوي، يعني مهماتنا انقذني وانضم لك وإلى آخره من الأشياء. وورد اللي هو العالم، طبعا انا قاعد تمشي الحين بس انه بالعالم احنا وين، هذا بيتنا. زين هني حولنا ناس اشرار نسميهم ما يحبوننا، فممكن يدشون علينا كذا مرة. هو اللي دشوا علينا منهم قبل شوية البنت رير ثرمبوز، هذولا يعني شو اسمه اكثر حيوانات نادرة في اللعبة، لما تذبحهم تاخذ منهم القرن حقهم هذا اللي على راسهم. زين، او انك خلنا نمسك شوية. أيوة، يا تأخذ القرن حق أو تأخذ ال saving opossum. opossum هذا راح ينضم لي إذا أنقذته. يقول لك being held by help and stay radio and call you is being held at camp near the sun. أوكي، وين مكان opossum هذا؟ opossum مكان هني، لو أرسل له ناس يمشون هذا الطريق كله يأخذ كم يوم كذي. والله ما بينقذك، أنت بعيد، أنا آسف. خلنا نشوف شغلنا هني شلون، ان شاء الله نطيب. جميل، خلصنا البيبان. حلو حلو حلو، على راحة. سكيدجول ثاني يبدو الباقي صح. تمام، باينز قاعد يقطع. طبعا باينز سيء في تقطيع الشجر والبناء، فهي هذي باينز والبناء، ف راح ياخذ راحته على ما يصير بطل. الله الله الله، يرز هذا زي ما تشيلونه يعني. الرز الحلو فيه ترى يطول على ما يخرب، يعني شهر كامل يقدر عاد ما عنده مشكلة. هني يقول لك هذا بعد 6 أيام يخرب. أوه، عندنا قطن شنكو سبيس كرافت طاحت اللي هي هذه، راح نكسرها ناخذ منها الحديد اللي احنا نحتاجه. كلوث صار عندنا، نبي نخيط بعد شوي لو نبي نقدر نخيط، نقدر نسوي كل شيء. زين، بس إلى الآن ما احنا في حاجة شيء. وين في واحد منكم يعبي هذه؟ ندود، ما عندنا خشب. اي واحد يقطع هذا باينز. تمام، باينز انت قطعتها بس لا تودي انا، تعال حبيبي عبري. ايوه معك خشب، يلا الحين روح عب. ليه انزين ايوه كنسل هذي مبدئيا، نقول له روح عب غصب. انزين، فراح ياخذ الخشب يروح يبدي، بعدين راح نبني واحدة ثانية بس. اظن ايه انشقلنا هذا قصب بحيث انه ما يخرب اكلنا، ان شاء الله انه ما خرب. لا شو ما خرب شيء، اربع ايام يخرب. كأنه حر زيادة، ليش حارة؟ نتأكد. 7 سيليزية، غريب انه حارة. انا قاعد يلعب، او صح انا قايل ابي اخليهم يلعبون شطرنج بعد.
عشان يصيرون في كاشو. أوه جيد، منين جبت الجيد أنا هذا؟ حلو، هذا السكين سيء راح يقطعني بعدين. طبعا هذا الجثة اللي قبل شوي ماتتني ما شلوها لين صارت أظن قطعناني. هذه الخطة حقتي، ليش؟ لأن بيوم من الأيام راح أسكر هذا المكان وأحرقهم كذي أنا أفتك منهم. لو ما عندنا شجر بالمرة، لحظة لحظة شكله والله خلص أمر التقطيع. لحظة أيوة يلا قطع حجي وياه. يقول لك باينز فيلت تسوي عشان يسوي هذا، بس عادي المشكلة. طبعا ترى واجد الممر هذا، المفروض ترى ممرين بس، بس انا مسوي واجد عشان اريح نفسي. يقول هذا سوى اللي حوله وخلاه داخل. انزين سولار فلير اللي هي مثل ما قلنا هذه سولار فلير اللي هي تطفي كل كهرب. شوف كهرب كله طافي، طفه لان حرام قاعد اشغله. انا اشغل هذا عن طريق الخشب فيشتغل عادي، اما الاشياء الكهربائيه ما راح تشتغل. زين فننطر على ما يروح. فتخيل مرات يجي عندك مطر يسمونه كيميائي، اي واحد يمشي برا يتاثر بالمطر الكيميائي راح يصير مريض وهكذا. خلص سولار فلير قاعد ينتهي، تشوفون طاري خبر. ف انا ارجع اشغله كذي. انا وفرت على نفسي خشب. زين اوكي شنو بعد؟ اوه مان هانتر باك، هذول اللي شوف هذول جايين يذبحوني جايين يذبحوني. طبعا هذول راح يكون اكل ببلاش. شوف الحين يروحون للخط اللي انا مسويه. شوف الحين قاعد اوه شو من هذا الفتح اللي انا لا باينز. تعال حجي لا تموت، اسحبه هني. وين الباقي؟ حلو باينز لازم تكون بالوجه. تمام هرست وين هذول؟ حلو شوفون هذا، هذا مدى المسدس. خل اقول له اطلق في وقت جت اطلع انقل اطلق. الحين باينز يروح يذبح لي اي واحد منهم هذا مثلا، او خليه يجي يشغلهم شوي. تعال اسحب 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 ايوه طق الحين. حلو حلو بس خلاص خلصنا. نقول لهم خلاص تمام. الحين بالحكي احنا صدنا ناس، راح يكون عشانا بعد شوي. ايوه وصلت اللعبة سريعة مثل النساء. نقص على طول شو اسمه السناجب النساء او السناجب خاصني يسمونه اللي تبون. 5 ايام يخرب هذا تشوفون. سواء اخذ ولا ما اخذ ما يفرق معينا. في المكان صار وسخ شوي، لازم اهتم بالمكان. باينز حجي انت تبي الدكتور. اوكي هذا دام ما في احد خلنا اخليه حق طب الحين، بعدين احوله الى سجن لو بغيت. خلاص طب تمام. اوه باينز قاعد يقطع والله، صار خبرة بناء الرجال. وين construction قاعد يزيد شوي شوي، يبيله شوي يصير ليفل 5، يصير أحسن شوية ليفل 5 يعني أرحم بعد شوي يصير. يلا بعد 2 أو 3 يصير 5. هرست كم أنت عندك؟ 5 طيب. أوكي تعلم خبرة الحياة يا باينز، خليك رجال. تمام لو كان عندك ناقص مثلا صخر معين، نوع صخر معين، هني هذا عندنا السيلفر اللي هو الفضة، اللايمستون هذا كله تقريبا أظن حديد هذا. زين هذا أهم شيء، هذا الكومباكت، كومباكت حيل حيل مهم. أظن هذا ستيل وهذا الكومباكت اللي هو الكومبوننت. هنشوف أوريكم الكومبوننتس. الكومبوننتس أهم شيء باللعبة، هم هذول هذول يسوون أشياء مهمة باللعبة مثل حق الكهرباء وما إلى آخره. روح أبلي هذه تكفى لأن ما ودي يطفي الكهرباء داخل. والله الحرارة، هل أنا محتاج واحد ثاني؟ الله يومين يخرب. أوكي يوم شيء يروح علي، خلني ما بقى شيء نسوي جي ثيرمال. إذا سوينا خلاص راح نطفي هذا نكسره، نمد كهرباء من هني ويصير وضعنا طيب. بعدين نسوي الأشياء اللي إحنا نبيها.
راح نخلي هذا جت يريح يقدر يسوي اللي يبيه غير انه يسوي ريسيرش حقنا. منو هني؟ هذا الورد كان فوق ونزل تحت. تمام كفو كفو شباب كفو خلص خلص ولا مره ما تشوفون. اظن خلص فعلا باقي هذا بس اطلع هني بعد ما يضر. بس خلاص خلصنا من هني. الحين الخشب الباقي راح يكون بنزين حق الحلو هذا. وبس خلصنا اول شيء مهم اللي هو الحمايات زي ما قلنا. خلصنا كل شيء عشان نتحكم بالناس اللي شغالين علينا وضبطنا كل شيء. تمام الاكل شويه. ليش الاكل شويه؟ انا حط فوريفر إيه اوكي لا توقف الى ان تاخذ 5 وجبات. ليش ما احط او نو لحظه في احد طاح. هل نقدر ننقذ هذا ولا لا؟ متعور شكله راح يموت الحين. خليني اروح انقذه بسرعه. زين خل احط له وين هذا؟ خل ميديكال على عسى يعني بس انه نلحق عليه. اوه حلو طاح جنبي جميل. عالج تكفى كفو 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 ايوه عالجنا تمام. خلي السرعه 2. ايش وضعه؟ والله متكسر الرجال. بس خلينا نشوف شنو عنده. اوه مقاتل عنده هذه الاشياء كلها ما شاء الله تبارك الله. للاسف اوكي جميل. هذه عاد المهمة الرئيسية حقت اللعبة اللي هي يقولك سووا السفينة الكبيرة. زين هذه أهم واحدة. هذا اللي قال لي تعال انقذني ما أقول له ما بيك بس هذه أهم شيء عندي. زين فحلو مبدئيا خلصنا هذا كله. الممر الموت حق الأداء وبيتنا من الحين قاعدين نضبطه. أنت حجي حبيت اللحية صراحة. شلون أضيفك معاي؟ سوشيال جيست غير يقول مبين إني أقدر أضيفها معاي. قبل كنت اقدر اضيف اي واحد على امل انه ينضم لي بعد شوي مع الوقت. زين راح اسوي لك برضه بعد شوي. شجر واجد عندنا طيب. زين حجي عب لي بنزين تكوى. يومين يومين حلو ما بقى شيء نسوي جيوثيرمال ونريح راسنا. بعدها راح نسوي غرفة الاخ هذاك. شو نسوي؟ بصل. اوه باينز زعل. ايش عندك حجي؟ ليش زعلان؟ الكريشن عندك انا حاطر كل شيء. يلا هاك حجي لا تعجي خلاص هاك هذه. يلا روح استانس. انزين نبني نسخة من السرير هني. اوه انضم لنا الشوف هذا مش اسمه. تمام طيب الحين معنا واحد رابع. نعم شخص رابع. سوينا غرفته من الحين. زين كنا جاهزين له. نجيب هذه نسخة منها نسخة من النور ونستحط الأراضي حقتها. تمام هذه غرفة راح هذه نشيلها بعد شوي عشان نسوي الباب. تمام الوضع طيب. سووا حفلة هني ولازم سووا حفلة. سووا حرق هني احترق المكان ف تأثرت أبيع منها هذا. أوه شوف ما عندك ملابس. تمام زين شوف حبيبي شنو عندك؟ هل تقدر زين خلي السرعة 2. راح احط الخياط هذي. زين احط هاني. تمام راح اخلي في عندي احد يخيط بس مدري اي واحد فيهم. اظن هورست هو الخياط. والله ما ادري قاعد تصير. شوف زعلان حجي هذه غرفتك خلاص روح نام هني. يلا شنو لبسه؟ تمام حلو. نبي احد يخيط لك ملابس كاملة. زين راح نسوي هذا. نسوي 5 دايم نسوي زيادة. انا نسوي 5 من هذا. هذا دايم سووه لو احد منكم لعب اللعبة. ونسوي الهات ونسوي
البناطين تمام. منو فيكم يقدر يخيط؟ جت يخيط؟ اوه زين جت شو وضعك انت؟ تايلر ها انت الخياط الوحيد الموجود. سوي حق شوف الملابس حقته من البداية. نقعد يشتغل على هذا بعدين راح نوقفه. جت حجي شنو الملابس المقطعة عندك؟ بس بلوزة حقتك فهذه هي. حلو ايوه هي خلص ان شاء الله. جت يلبس هذا ونفتك منه تمام. وين هو الحين؟ زعلان ما قلت حكم فيه الحين. هذه اظن هاي ايه زعلان. جميل خليه يسوي ملابس على ما يخلص الملابس يجي يرجع يشتغل على شغله هني ريسيرش. ما بقي شيء نخلصه. جميل اوه عندنا كلوث طلع واجد تمام. راح اخيط ملابس كاملة حق الفريق كامل. طبعا نورمال بور هذه الاشياء كلها راح اتعامل معها. شو ما عندي فود؟ عندي فود ما نرس ريك ما عندنا مشكلة. الارم اثنين زين. اجي هني واقول اعطني جميل اوكي راح اكلبس مرة ثانية. اكلبس اللي هو الشمس بسوف اظن اسمها. انزين نحط زون ثاني يكون حق الاشياء السيئة مثلا clear all. انزين لا manufacture items weapons apparel هذه الاشياء الثلاثة. بس اذا كانت بور وتحت جيبها لي هني قطعة عشان ما نتخلص منهم. expand حجي ليش ما تلبس هذا؟ نشوف الحين ما راح تثرت ابيرو. البارك هي قطعة بس كده بالبساطة. تمام ميجر ريسك بريك. جت ايش عندك؟ هني الحين ترى تبدا المشاكل يعني. وهذا مرجع واحد شكله متسمم عندي. اجلكم الله. باينز عبري هذا تكفى. في احد متسمم منهم؟ من اللي طابخ؟ لا اطبخ مرة ثانية الله يجزاك خير. اي صح شوف شنو عندك انت. هانت هاندل خلي الكونستركت هذي جرو لا ماين اوكي خليها عندك. اوكي هذي زينة حيل عندك بس عندك شغف. هو عنده شغف بس سيء فيها. بلانتك خليك بلانتك تمام. جت المفروض انك تستانس الحين تمام قاعد يرتفع. جميل وضع طيب وضع طيب جدا. بيحد ينظف. لحظة شوف انت ما عندك شيء. خلنا اوقف شوية مع الشباب. راح بس اسوي جداولهم. دايم طفوا النار. دايم اذا مرضت روح لسرير النوم او سرير المرض او سرير التطبيب. خلهم كذي. واحد يعني مهم انت اول شيء تسوي هذا اهم شيء عندك. هذا يسويه اذا اضطر. اذا كان هذا موجود هذا يسويه وهكذا. بترست دايم روح نامه. بيسك اللي هي الأشياء الأساسية بحياتك. الاهتمام بالمرضى والمساجين أظن. هاندل أوكي ما نبي إلا هذا هو اللي يهتم بالحيوانات. هذا راح أخليه راعي مزرعة حيوانات جلكم الله. هنت عند واحد منهم شوف ولا هذا عادي اثنينهم زينين. هذا الكونستركت خلهم كلهم يبنون مهنين. مع انه ماني محتاج ابني الحين. هذا خلى واحد من احسن هذا ولا هذا اثنينهم زينين فيها ف خلها اثنين. بلانت كت مبدئيا خلهم يقطعون عادي. سميث تايلور كرافت ريسيرش هذه كلها خلها اثنين لان اهم شيء عندي ريسيرش انا. حتى انت ما بيك تسوي الصيدلي الحين. هو راح يسوي رقم واحد اي شيء هني من اليسار. اي شيء هني سويه اول شيء بعدين نشوف الوحدات الباقي تسوي هذه. راح يكمل الريسيرش حقه. لو خلص الريسيرش راح يسوي الاشياء اللي رقم اثنين وهكذا.
هاول خلهم كلهم عندهم هاول هاول موفين كاسل. تمام. شوف حبيبي انت ابيك تنظف وتهتم الاشياء الباقيه بعدين تجي تشيل وتنظف. الحين راح تشوف انه هاول شوف هذا راح يروح ينظف وما يسوي بعدين يصير خير. تمام. فيزيتورز عندنا زوار اشوف ايش عندهم. أو وين العيش حقنا؟ شو نسرق؟ لا تحول وجبات أشوا. والله الوجبات شكلها ما تكفي. أنا صيد. الباكي عندنا ذكر وأنثى لو نأخذهم الحين خلي شوف يهتم لهم. سوي مزرعة حيوانات أحسن. إبكس رام هذول زينين حيل. لا مبدئيا خلني أذبح حيوانات صغيرة قلت والله. زين طلع عادي ستركتشر راح اسوي مزرعتي هني. بس قبل كل شيء خلينا نشوف باينز متى يقعد. يلا باينز حبيبي دايم تاخر هو بالقعده. وين باينز؟ باينز الحين قاعد يسوي هاربست. تعال كلم هذا شوف عنده. فلوف نبيه. نعطيك هذه لانها ما نبيها سيئه. عطني السهم ممكن احتاجه. شوف حبيبي انت تعرف ترمي صح؟ خذ ال لا ايوه بس خلاص. تمام شنو عندنا؟ اوه خلوا لي هديه. شنو الهديه؟ اوه احلى هديه بالعالم هذه. تمام برولر ثلاثة ابيرل على شوف. حلو خلصنا اهم شيء باللعبه بالنسبه لي اللي هو الجي ثيرمال جنريتر. راح نركب هني. بس اوه في شيء مهم حيل نسيت لا اسكر المكان هذا بحيث اني احميه للاسف يعني. زين فراح اخلي احد يجي يسوي لي صخور. زين الصخور ياخذ هذه يحولها الى طوب عشان نبني المباني اللي احنا نبيها. هذا قاعد يصيد مثل ما شايفين. اجلد كفو. تمام تمام الحين واحد اجي اقول له اعطني شنو هذا؟ ساندستون. تمام اظن الساندستون واجد باللعبة. حلو ساندستون واجد حولنا. زين فراح اقول له اعطني ساندستون. اعطني مثلا خلهم 300 قطعة. من اللي مهتم في الار؟ هارست هو اللي مهتم بالار. شوف مهتم بالارض ايضا. هلا باينز ايش فيك حبيبي؟ ريكريشن ما اعطيك هنا. خلنا احط لك بعد اذا تبي اشياء ثانيه تعال. هذه طاولة القمار والعياذ بالله. ما حطيت بوابات هنا. لا هذه البوابه كنسلها. نحط كراسي بحيث انه يلعبون على كيفهم لو بغوا. نحط طاولة بلياردو وشيبر. اظن انه مناسب كذي. يلا تعال العب على كيفك الحين يا باينز. انا دايم زعلان انه يبي يلعب اللي هي هذه ريكريشن. زين شوف حجي انت مو قاعد تنظف مو قاعد تسوي اي شيء. نظف لي اول شيء. وينه؟ اي قاعد ينظف مثل ما تشوفون. تمام حلو لانه خلينا رقم واحد هني. فينظف اول شيء كل المكان لان الوساخه هي اللي تسوي تسممات مرات حق الاكل. ف نظف كل حاجه. تمام باقي هذه القطعة نقطه الدم اجلكم الله. تمام اظن وضعنا كذي حلو. بس باقي نسوي قطع ال ليش ما اخذ هذول؟ كسرهم. هني راح يطلع لي صخور واحجار قديمة. زين راح ابني فيها بدل اخلي احد يصنع لي. راح ابني حولها هني واحط الجيوثيرمال جنريتر وباور. لو احط الحين ترى وناسة. بس لحظة كم عندي كهرب او حديد اللي هو هذا؟
شوف حج ايش فيك زعلان، خلنا نشوف ايش عندك. بس زعلان على هذه؟ ابشر ابشر، الحين احنا نعطيك سلاح. تعال وينت؟ قلت هذا وين باينز؟ حلو، شوف تروح تاخذه بعد شوي. اوكي حجي، وانت شوف قطري بعد شوي السهم حقك. تمام، الصخر هذا كله الحين راح نبنيه حول جيوثيرمال جنريتر، كذا وفرنا على نفسنا بدل لا يجي احد يتفنن لي ويسوي لي الصخور هني. تمام، كم قطعة عندي؟ 61 حبة، ما راح يكفي، بس خليني احط الجدار الاول على الاقل. لايم ستون، وين هذا؟ باور، راح احطه، بس اقول لا تبني. اول شيء نبني حوله. كم قطعة لايم ستون عندي؟ وين؟ تقريبا ما ادري كم واحدة عندي، بس خليه يبني اللي يقدر يبنيه. افتح هذه، حلو، تمام تمام، الوضع طيب. جت قاعد يسوي ملابس، خليه يسوي ملابس عشان شوف شلون كل شخص الحين لبس الجاكيت حقه. بشوي يسوي ملابس كاملة، خلي الجماعة كلها تلبس، نقطع الأشياء القديمة هنا. تمام، الله 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 يا المشوار. خلص هذا حقنا، اكسر لي هذا بعد. تمام، انسبايرد كريتيفيتي، اوكي. شوف حبيبي، ابيك تصنع لي هون صار. شوف استانس، اعطينا ملابس جديدة. قلت هذا انت باينز، ابيك لحظة باينز ليش لابس هذا؟ شوف روح اخذ السكين، وين السكين؟ المفروض انه هني هذا. اوكي خله نايم، بعد شوي يقعد. على الساعة 8 راح اخليه يروح ياخذ، لان اوكي ما قاعد الحين. تمام قاعد، المفروض انه كل وجبة تخلص، خلص من ساعة الوناسة حقته. قاعد نمر، تمام خذ السكين بعدين نسوي شغل. تمام ما عندنا صخور زيادة هني، زين شو نسوي؟ راح نكنسلهم كلهم. زين ونجي نقول عطني لايم ستون، سليت قصدي، سليت اللي هو الصخر الأسود اللي فوق. هذا خله سليت. تمام زين، نقول حقهم ابن هذا. بعدها نجي نمد واير من هني. تمام المفروض ان شو نسوي الحين؟ ابني ممر يحمي هذا المكان كله، و اظن ان ممر هني الخشب انا احطه على الواير عشان الواير ما يطقه مثلا مطر ولا شيء فتسوي سبب لي حريق. تمام اوكي. هني لا تخزن لي الا من جود وفوق، لا من نورمال وفوق مبدئيا، عشان هني اخزن الاشياء اللي وين هذه. اوفل تحت، اوفل يعني اسوأ شيء. كويست فيلد، اي كويست هذه؟ بوسم ما نبي. شنو عندنا؟ نيد ريسيرش بروجكت ما عندي. هانتر لاكس رينج اوبن حقي، اوكي حقك انت ما نبي نعطيك شيء. خلاص نيو ريسيرش، نبي لو فود، لو فود اللي هو الاكل شويه. خليني اروح اصيد الحين، جاء وقت الصيد. صيد هذا كله زين. بعدين هذا الاكل واجد الله يهديكم. بس زين خليني اسوي باب هني، لا كنسله، راح اعلمكم ليش اكنسله، لان مرات الباب هو اللي يسوي مشاكل بالكهرباء. زين الحين عاد راح نسوي ريسيرش الثاني اللي هو البطاريات مبدئيا، ولا ديفل سراد. ديفل سراد زين، خليني اسوي ديفل سراد لاني احتاج اني اسوي ملابس الحمراء، راح تعطيني كلها ملابس حمراء، فكل ملابس ربعي راح اخليها احمر. ديفل سراد نبات بطل جدا، نفس القطن بس انه يسوي لي ملابس كلها لونها احمر. الملابس هذه راح تكون قوتها احسن من الملابس العاديه، اي نوع من الانواع سواء كان جلد اي حيوان اجلكم الله، او قطن او اي شيء. تمام اظن كذا اخذت تقريبا ساعه،
فهذه مبدئيا ريموارد اذا تبون نكملها بيوم من الايام لو تبون علموني ما تبون عادي راح نكملها بنفسي صراحه لعبه انا احبها حيل فمستانس بالبدايه هاي صراحه بدايه جميله جدا ما واجهت مشاكل واجد اقرا لكم الحين لكم الف عافيه على المتابعه وان شاء الله نشوفكم في لعبه اخرى سيو سوسون ماي فريندز